بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا بتبقى حلقتنا عباره عن جزئين، الجزء الاول بيكون فيه مجموعه من الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، بنقول الاخبار دي وبنقول تعليقنا كمان عليها. والجزء الثاني بيكون معنا ابطال او بطلات. الحقيقه النهارده بطلاتنا هم بطلات الكاراتيه بالنادي الاهلي. طب هتقول لي طب ما احنا كنا عاملين حلقه من 3 أو 4 أسابيع، احنا من 3 أو 4 أسابيع شفنا القطاع كقطاع كامل، ازاي ان قطاع الكاراتيه في النادي الاهلي من اكبر المدارس الرياضيه والقطاعات في العالم حتى على اليابان نفسها. وبنقدم لمنتخبات مصر مجموعه من اللاعبين واللاعبات المتميزين جدا جدا جدا، كان اخرهم بطوله عالميه كبيره من البطولات العالميه الكبرى اللي بتتعمل في تركيا، كان اسمها البريمير ليج. البطوله دي شارك فيها منتخب مصر، مثل فريق السيدات في الكاتا 3 بنات، الحقيقه عمرهم ما بين 17 ل 20 سنه بنات النادي الاهلي، وهم نهى عمرو وتقى هشام وايه هشام. الثلاث لاعبات شاركوا وحصلوا على الميداليه البرونزيه بعد ما لعبوا اسبانيا وروسيا وتركيا، وفازوا على تركيا في الثالث والرابع وخدنا البرونزيه في انجاز كبير جدا جدا. طبعا هم ماشيين ما شاء الله على خطى جيانا فاروق، طبعا لعيبه او دكتوره جيانا فاروق لعيبه النادي الاهلي وبطله العالم واول مصريه عربيه افريقيه تتاهل لاولمبياد طوكيو. فالحقيقه نهى عمرو وتقى هشام وايه هشام ماشيين على خطاه، والحقيقه ده ما كانش الانجاز الوحيد في البطوله دي للنادي الاهلي، كان منتخب مصر طبعا اللي بيلعب، ولكن دول لعيبه النادي الاهلي اتمرنوا واتدربوا وعدوا في النادي الاهلي. محمد رمضان ايضا لاعب النادي الاهلي في وزن 84 كيلو فاز بالبرونزيه ايضا، بس البنات في الكاتا هو في الكوميتي، وزي ما حضراتكم عارفين الكاتا لعبه استعراضيه او فرع استعراضي للكاراتيه، والكوميتي اشتباك. في تنافسيه. فطبعا النهارده كان لازم يكون معانا البطلات نعرفكم بيهم اكتر، هيبقى معانا نهى عمرو وتقى هشام، هنعرفكم اكتر على الانجاز اللي هم عملوه وازاي اتربوا وترعرعوا في النادي الاهلي لغايه ما وصلوا للشرف الاعظم وهو تمثيل مصر في المناسبات العالميه، ومش كده بس لا، ونفوز ونرفع اسم مصر عاليا، هيكونوا معانا في الجزء الثاني من الحلقه. طيب خلينا نروح لاخبارنا، وفي البدايه ببتدي بخبر من منذ يعني لحظات نقول ساعه انتهت، او ساعه واكثر يعني مثلا ممكن ساعه ونص، انتهت مباراه الشباب في كره السله ما بين الاهلي والزمالك والتي كانت تقام على صاله الشرقيه للدخان بالجيزه. المباراه انتهت بعد فوز النادي الاهلي 81-79 بعد اكسترا تايم. الشوط الرابع شاهد تفوق نادي الزمالك، يمكن وصل لسكور 65-55 نادي الزمالك، ولكن بعد يعني امور معينه حصلت احكي لكم عليها، لعيبه الاهلي نزلوا جزوا على اسنانهم عوضوا الفرق، تعادلنا عملنا اكسترا تايم كسبنا في الاكسترا تايم. الف مبروك طبعا لكابتن اسلام علي اللي كان ضيفنا في استوديو التحليل اللي فات، وكنا عرفنا منه اخبار الفرقه، فبنقول له الف مبروك، الف مبروك للاعبين الحقيقه، محمود وليد، عندك مؤمن طارق خيري، عندك مالك ابو الفتوح، عبد الله ناصر، انا مش عايز انسى حد، يعني لعيبه نجوم وعمرو زهران، واللعيبه دول في لعيبه كتير منهم متصاعدين من تحت 18 كمان، يعني بيلعبوا 18 و20 والحقيقه فازوا فوز كبير في وقت نادي الزمالك كان صفوفه كلها مكتمله. ولكن للاسف للاسف حصل شغب بعد المباراه، ده مش احنا اللي بنقول، اللي بيقول مواقع رسميه كاتبه هذا الكلام، احنا ما بنقولش الكلام على لسان النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي، ولكن احنا بننقل نقلا عن مصادر زي ما عودناكم. البوابه نيوز كتبت، اخبار اليوم كتبت، الوطن كتبت، يعني كل المواقع كتبت، احنا ننقل عن المواقع عشان ما تقولوش ان احنا بنتبنى وجهه نظر معينه وانتم قناه الاهلي، ولكن للاسف الشغب ده يعني ويبدو ان اتحاد السله عليه اتخاذ قرارات شديده مش لحمايه بس فرق معينها او حمايه اللاعبين، ولكن لحمايه اللعبه اللي اصبحت في خطر، لانه طبعا المشهد ده بيتكرر كثيرا الحقيقه، او تكرر كذا مره في ملاعب كره السله. خلينا نشوف يعني سبيل المثال البوابه نيوز كاتبه ايه؟ البوابه نيوز كاتبه احداث شغب من سله شباب الزمالك امام الاهلي. شهدت قمه شباب كره السله احداث شغب كان بطلها نجل المدرب العام، دي صور من بعد المباراه، وكانت منزلاها برضو البوابه نيوز على أو يعني مرافقة للخبر. شهدت قمة شباب كرة السلة أحداث شغب كان بطلها نجل المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك ياسر عبد الوهاب، الذي قام بتوجيه وابل من السباب لفريق الأهلي، وواصل اللاعب تصرفاته غير المسؤولة بعدما قام بقيادة بعض زملائه الاعتداء
والاعتداء على حافلة النادي الأهلي أثناء مغادرتها صالة شرقية الدخان، رافضا الخسارة التي تلقاها فريقه أمام شباب الأهلي عصر اليوم في إطار منافسات بطولة الجمهورية. وكان شباب سلة الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 81-79 في المباراة التي جمعت بين جمعة الفريقين عصر اليوم، بعدما انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 71-71 ليلجأ الفريقين لوقت إضافي. شهد تفوق الأهلي والذي واصل انتصاراته في بطولة الجمهورية. دي البوابة نيوز، ونفس الخبر مكتوب بنفس الصيغة أو بنفس المعنى، مكتوب في عدة مواقع الحقيقة، وإحنا بننقل عنهم بس عشان ما نملاش الوقت أو ما نبقاش بنكرر نفسنا، ولكن ده الحدث وده اللي حصل. والحقيقة أنا يعني كان في ثلاث لقطات في الملعب، أنا اتصلت بالناس وطمنت الحمد لله الفرقة بخير وكله تمام، ولكن كان في بعض الاحتكاكات أثناء المباراة، وللأسف هي اللي عملت كده بعد ما توجه أحد اللاعبين لبنش النادي الأهلي لما شاهد تفوق النادي الزمالك ب 10 بونت، ذهب إلى بنش نادي النادي الأهلي وأشار يعني إن إحنا خلاص يعني خلصنا عليكم ومن هذا القبيل، مما أثار حماس لاعبية الأهلي. الحقيقة إحنا بنشكره، شكرا ان انت غيرت دفه المباراه بطريقه انت ما كنتش متخيلها. مش هجيب اسامي، احنا نقلنا عن الموقع، احنا بنحكي قصه وده حصل فعلا، واللي في ملعب ارض الملعب عارف ان الموقف ده غير الدفه 180 درجه. لعيب الاهلي جازوا على اسنانهم، حسوا ان ده يعني الموضوع ما بقاش باسكت يعني ولا رياضه، نزلوا حولوا الدفه من تاخر ب 10 بونت لتفوق ب 2 بونت، وبعد كده حصل التعادل فالوقت الاضافي فالفوز. فالحقيقة مش دي الرياضة، الرياضة مكسب وخسارة، إن أنا أعتدي وحصل اعتداء أيضا أمام أوضة اللبس للأسف، وعندنا بالأسامي وعندنا باللي حصل بالظبط، بس إحنا أكبر من إحنا نقول بالتفصيل إيه اللي حصل، ولكن برضو حصل كده في أوضة اللبس في ممر اللي بيأدي لأوضة اللبس. الحقيقة الرياضة يعني في الأول والآخر هي أخلاق وروح رياضية. الخسران بنقول له هارد لك، الفائز بنقول له مبروك، ولازم ده يبقى هو شعار المرحلة اللي جاية لنبذ تعصب والغيره والغيره والغيره، لأنه الحقيقة شفنا حتى كلمة كابتن محمود الخطيب امبارح في اليوم العالمي للرياضة اللي كان في مركز شباب الجزيرة، الحقيقة كان كل كلامه جزء كبير من كلمته كانت متوجهة لنبذ التعصب، وإن ده أساس بناء المجتمع أو بناء الفرد السليم، إن ما بقاش فيه تعصب لآرائك أو قراراتك أو النادي اللي أنت بتشجعه. فالحقيقة إحنا يعني بنطالب إن الدنيا تبقى احسن من كده، وان الامور تبقى تدور في نطاق الرياضه. احنا كنا ممكن نخسر وكان ممكن الزمالك يكسب، يعني وارد، ما حدش ابدا داخل مباراه وعارف انه 100% هيكسب. شفنا النهارده ريال مدريد، امبارح ريال مدريد وليفربول 3-1، ما حدش كان يقدر يتوقع النتيجه دي. لا اصدق اقوله لكم انه الرياضه اخلاق وقيم، فلازم نرجع لده تاني. الحقيقه انا حبيت مش هقف كتير على الخبر، بس انا حبيت اقوله لحضراتكم عشان تبقوا عارفين ايه الاخبار. طيب في حاجه تانية برضو عايز اتكلم فيها، احنا خلاص شهر ابريل ومايو هما شهرين الحسم في البطولات في النادي الاهلي. الحقيقه انا كلامي مش موجه سواء لجمهور او لعيبه، انا كلامي في الجنرال في العام. انا لما كنت لاعب كان يجي شهر مارس ابتدي اقول يا رب خلاص مجهود السنه وحصاد السنه كله في الشهرين اللي جايين اللي هو ابريل ومايو، يا رب اكرمنا عشان نقدر نترجم مجهودنا طول السنه لفوز. كل واحد عليه دور يعمله في الشهرين دول، وكل واحد يتعب اكتر. عارفين موسم الحصاد للمزارع لما بيبدأ طول السنه بيزرع ويجي موسم الحصاد، احنا في موسم الحصاد دلوقتي، شهر ابريل وشهر مايو هي البطولات بتبتدي تخلص، وهتشوف دلوقتي اخبارنا خلاص تقريبا رجال وسيدات احنا في نهايات الدوري او بطولاتنا تماما. اللاعب عليه دور، لازم يركز ويرفع من تركيزه ويضحي وينسى اي حاجه تانية جنب الملعب. نفس الكلام الاجهزه الفنيه، نفس الكلام الجمهور، دعم دعم متواصل، دعم منتهي الحدود. ليه؟ عشان في الاخر ان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله، وبعد كده نلتقط انفسنا ونصحح الغلط وندوس ونربط على ايد المجتهد. فابريل ومايو هو شهرين الحسم، نتمنى كل التوفيق لفرقنا الرياضيه في النادي الاهلي، ان ربنا يكرمنا بموسم كبير ابتديناه بميركاتو هو الاعظم في تاريخ النادي الاهلي، وصولا بالمنافسات وصولا الى الادوار النهائيه اللي احنا فيها دلوقتي. كل التوفيق لفرق النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا، ومتعودين دايما اخبارنا بتبقى كره اليد. كابتن طارق محروس واللاعبين بيستعد او سافروا خلاص لاسكندريه، عندنا مباراتين مهمين جدا، الاولمبي وسبورتنج هيتلعبوا بكره ويوم الجمعه. الاهلي بفكركم في المركز الثاني، بس هو متساوي مع نادي الزمالك، ولكن هو في المركز الثاني نتيجه المواجهات المباشره بين الفريقين لصالح نادي الزمالك، فنادي الزمالك هو الاول ولكن تساوي في عدد النقاط. مباراتين مهمين جدا جدا،
ماتش سبورتنج مباراة مهمة في اسكندرية، ربنا يكرم فرقتنا، وبشكل كبير هتحدد ان شاء الله المباراتين دول احنا ماشيين ازاي في ترتيب الدوري، وان شاء الله هنكسب وكلنا ثقة فرقتنا بإذن الله. هنروح لكرة اليد سيدات، واللي كان معانا كابتن يحيى يوسف وسندس حشانة، وكان معانا اللاعبات، وشفنا قد ايه هم بيجتهدوا. خلاص نادي الزمالك هو رابع الفرق المتأهلة للسوبر، هيلعب يوم الجمعة الفريق مع نادي الزمالك في افتتاح الدور النهائي من دوري العمومي للموسم اللي احنا فيه. الماتش هيتلعب الساعة 2 الظهر، وقت بدري قوي، يوم الجمعة الجاية على صالة الدكتور أو مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر اللي أنشئ خصيصا لبطولة العالم اللي فاتت. الأهلي وصل للدور ده وهو في المركز الأول وفي الدور التمهيدي للدوري، أما نادي الزمالك فداخل الدور ده بعد حصل المركز الرابع بعد ما ضموا طبعا نتائج المرتبط. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، وإحنا واثقين إن هم هيحققوا الفوز ومركزين، وشفنا الحلقة اللي فاتت قد إيه هم عندهم عزيمة وعندهم إصرار إنهم رجعوا كل البطولات، وخدوا بفكركم خدوا كأس مصر، خدوا بطولة المنطقة، الدوري إن شاء الله بتاعنا بإذن الرحمن. هنروح لرجال كرة السلة، شفنا الفترة الأخيرة بعد طبعا عودة المصابين تحسن الأداء وبالطبع وبالتالي تحسن النتائج. بكرة بإذن الله الفريق هيلاعب الاتحاد السكندري، وخلي بالكم بس أنا عايز أوضح المباراة كانت يوم الجمعة بتضرب بقت يوم الخميس عشان دور الثمانية في الكاس هيتلاعب يوم الأحد. دي مباراة سبورتنج، دي لقطات مباراة سبورتنج اللي فاتت اللي احنا فزنا بيها. الماتش شبه تحصيل حاصل لان الاتحاد حسم الصداره خلاص، والاهلي حقق المركز الرابع بدون النظر لنتيجه الماتش او باقي نتائج ماتشات الجوله دي. ولكن برضو الماتش ده مهم من ناحيه نفسيه عشان نكمل الدور الثاني بدون ولا هزيمه. وطبعا احنا زي ما قلنا في عوده كبيره جدا للمصابين، وشفنا كمان احمد السلعوي راجع، يمكن ما لعبش المباراه اللي انتم حضراتكم شايفينها دي سبورتنج، ولكن هو جاهز. وشفنا محمد مودي مصطفى رجع، وشفنا تالق عدد كتير من اللاعبين الجمال، كان هايل ايهاب امين، سيف سمير، اطمنا على الفرقه بشكل عام الحمد لله. ينقصنا ان شاء الله تركيز في بلاي اوفس، ولازم بلاي اوفس، ولازم افكركم في حاجه يا جماعه، اللعيب الفرقه اللي عايزه تاخد بطوله ما يفرقش معاها تقابل مين في الثمانيه الاربعه او النهائي، لازم تلعب عشان تكسب الفرقه الحقيقه. ويعني ان شاء الله ننتظر يعني استمرار تحسن النتائج بمكسب بكره ان شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري. طيب هنروح ل الخبر اللي بعد كده اللي احنا قلناه من شويه، وهو فوز طبعا شباب كره السله تحت 20 سنه، فازوا ب 81-79، وقلنا طبعا ان الماتش ده اتلعب في صاله شارع الدخان، وفرقتنا كده كسبت في الجوله الاولى، كانت كسبت جزيره الورد اللي هو امبارح بنتيجه 66-36، وفرقتنا بكره عندها ماتش سبورتنج، وده ماتش قوي جدا هتحدد على اثره امور كتير. خليني افكركم ان سبورتنج امبارح لعب ثلاث لاعبين، شفنا اول امبارح وائل بدر، لو تفتكروا وائل بدر كان طلع معانا على قناه النادي الاهلي وقال انه دفع بثلاثه ناشئين، بالمناسبه الثلاثه ناشئين دول هيلعبوا بكره قدام النادي الاهلي. ونادي سبورتنج يمكن انا شايف مباراته اصعب كتير من مباراه النهارده مع نادي الزمالك، لان سبورتنج نادي من الانديه اللي دايما بتقاتل حتى الثانيه الاخيره، ما بترميش ابدا الفوطه. ليه بقول كده؟ في الباسكت في فرق ليهم تاريخ كبير جدا في البطولات، بس مش فرق جماهيريه زي الجزيره، زي سبورتنج، زي سموحه. الفرق دي لو بصينا على الجزيره مثلا واخد دوري سنين، يعني خمسه او سته دوري على ما اتذكر، سبورتنج قعد ثلاث اربع سنين محتكر البطولات، ما لهمش جمهور، فدول ما عندهمش حاجه بيبقوا خلاص يبكوا عليها، يعني دايما حتى لو الصاله مليانه برضه بيلعبوا لاخر ثانيه، فدايما ابدا بنعمل حساب جامد جدا الانديه الجماهيريه للانديه الغير جماهيريه، بس هم غير جماهيريه ولكن هم فنيا بيبقوا عاليين جدا. طيب هنروح لسوبر السله سيدات. انتهت 71-56، كان في مباريات 61، كان في مباراه منذ لحظات انتهت، كان نادي الاهلي سوبر السيدات كان بيلاعب الشمس، كانت المباراه طبعا انتوا عارفين البلاي اوفس بتلوح انت تلعب ماتش هنا وماتش على ارضك، ماتش النهارده كان في نادي الشمس، والحقيقه الشمس تفوق علينا الشوط اللي هم الفتره الاولى والثانيه، ولكن استطعنا نرجع تاني للمباراه، وانتهت المباراه بفوز 61-57. طبعا فرقتنا كده هتلاعب هليوبلس، واللي صعد بعد تخطي نادي سموحه. هليوبلس فاز على سموحه، واحنا هنقابل هليوبلس في الدور قبل النهائي. والفريق والحقيقه الفريق شاهد بس دروب شويه، تغيير المحترفه، والحقيقه انا شايف الماتشات اللي فاتت دي كانت فتره كافيه ان المحترفه الجديده تبتدي تخش جوه الفريق، ومع ماتش مع الثاني هتلاقي الاداء بيتحسن والانسجام بيبقى احسن بكتير.
طيب هنروح للكرة الطائرة رجال، كان في ماتش مؤجل مع سموحة، الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فاز على سموحة طبعا بنتيجة 3-0، الماتش ده كان مؤجل من الدور ال 12. الماتش لسه خلصان من دقايق وكان اتلعب على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، وجات طبعا دي نقطات من ماتش بتروجيت يعني مش ماتش سموحة، وجات نتائج الأشواط كالتالي 25-17 25-16 25-20، وبكده الأهلي فضل في المركز الأول برصيد 40 نقطة من 14 ماتش. فرقتنا الماتش الجاي هتلاعب مع الترسانة أو هتلعب مع الترسانة يوم الجمعة الجاية بإذن الله. كل التوفيق لكابتن محمد مصطفى حميد واللاعبين، الحقيقة يعني بيضربوا المثل بكل شيء رائع، يعني الحقيقة الكرة طائرة رجال وسيدات من الفرق التي يتباهى بها النادي الأهلي في كل مكان. هنروح طبعا لكرة الطائرة سيدات، كابتن حمدي الصافي والبنات يواجه الصيد وعينه على التتويج بدوري سيدات الكرة الطائرة. الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن حمدي الصافي هيلعب يوم الجمعة اللي جاية مع نادي الصيد في الجولة العشرين من الدوري الممتاز. بالمناسبة لو فاز في الماتش ده حسم الدوري، فريقنا يكفيه الفوز بأي نتيجة عشان يضمن التتويج بالدوري، هتبقى المباريات اللي بعديها تحصيل حاصل. الأهلي لعب 19 ماتش كسبهم كلهم، ومحتاجين فوز واحد عشان نضمن التتويج باللقب. ألف مليون مبروك لكابتن حمدي الصافي، إن شاء الله نبارك لك أنت والبنات بعد ماتش الصيد على تتويج مش رسمي، تتويج يعني ضمننا خلاص بطولة الدوري العام، ولكن رسميا بيبقى مع نهاية مباراة وتسلم درع الدوري. نروح ل بطولة الجمهورية للشباب ألعاب القوة تحت 18 سنة. فريق ألعاب القوة بالنادي الأهلي حقق لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في البطولة. اتلعبت منذ أيام على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. الأهلي احتل المركز الأول في منافسات الشباب بمجموع 248 نقطة، ولو رحنا لمنافسات الأنسات هلاقيهم حققوا 269 نقطة. الأهلي عنده قطاع مميز جدا جدا في ألعاب القوة سواء على الصعيد الناشئين والشباب أو الفريق الكبير. كاميرا الأبطال كانت موجودة في البطولة، عملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم تاني. البطولة دلوقتي بيشترك فيها حوالي 800 لاعب ولاعبة، بيمثلين حوالي 50 نادي وهيئة. المنافسة طبعا على أشدها، ويحظى يعني النادي الأهلي بأنه فاز بطولة الـ20 والـ23 وهو صاحب الدرع في البطولات اللي فاتت. النادي الأهلي على مدار الدورة بتاعتنا هو صاحب الإنجاز، وأنه هو حاصد بطولات الدرع وبطولات الكاس، نسبة مشاركة عالية جدا، نسبة أبطاله محققين أرقام مصرية في 110 حواجز. الكابتن تامر الرفاعي مدرب النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر عامل لنا جيل بنين وبنات، جيل محترم يشرفنا طبعا، يشرف مصر ويشرف النادي الأهلي. النادي الأهلي مميز جدا في ألعاب القوى وفي الرمي بصفة خاصة، الحمد لله أول ثالث في دفع الجولة تحت 18 سنة. أصعب لحظة هي كورونا، وبعد توجيهات كابتن ياسر داود مدير الفني بتاعنا اللي رقم واحد عند النادي الأهلي، مفيش حد يكسبك، أنت اللعيبة بتاعتك رقم واحد في مصر وفي العالم وفي أفريقيا. احنا استعدنا من شهر 8 لحد دلوقتي، كنا بنعمل فترة إعداد وبنتقل في الحديد وكده عشان نقدر بنظبط تكنيك وكده. طبعا الكابتن محمد نجيب قال لي قعد يشجع فيا كتير، وهو اللي رفع من مستوايا شويه في الرمي، بس يعني انا ما كنتش جاهزه قوي يعني، بس الحمد لله يعني ان شاء الله المره الجايه تتعوض. احنا قعدنا تقريبا بعد ما فتره الكورونا دي خلصت نزلنا على طول تاهيلات، وكابتن بصراحه تعب معانا جامد جدا، فاشكره جدا كابتن ياسر. عندنا لسه في بطوله ثانيه بتاعه كاس مصر لسه بنشتغل عليها يعني ان شاء الله وربنا يكرم. هو الماتش كان جامد جدا، وفي منافسين اقوياء واقوى مني طبعا، انا اصلا تحت 16 سنه بس بلعب تحت 18، وده انجاز ليا كبير، وانا بلعب مركب بس بلعب زنا معاه كانه مسابقه ثانيه وكده. هو الحمد لله هو الاداء كان كويس، بس زنا ما ساعدتناش لان زنا ابتديت علينا النهارده بسبب الشمس، بسبب ان الهجوم كان زياده النهارده على الزنا، ويعني ان شاء الله ان شاء الله الجايه احسن ان شاء الله. شايف ان يعني ده توفيق ربنا طبعا،
كل حاجه توفيق ربنا، والحمد لله على اللي حصل النهارده. هو بس يعني كان في شويه مشاكل حصلت، زي ان كانت الشمس، احنا قعدنا كتير قوي، كان في ناس قبلنا بتنط، سخنا بدري، الشمس كانت قويه قوي، وزنا كمان طريت، بس الحمد لله. يعني بالنسبه لي في المية الايفنت العادي لوحدي كانت في التصفيه كانت يعني قريبين من بعض، لكن في النهائي برضو كنا بعد سنه، بدا اللعيبه بدات تريح شويه في التتابع. احنا عشان كنا نازلين في تصفيه ما فيهاش فرق جامده شويه، فالحمد لله كنا كاسبين بفرق يعني. الحمد لله. ده اليوم الاول لبطوله الجمهوريه 18 سنه، ودي من المراحل المهمه ان احنا كاتحاد بنهتم بيها، ان احنا مكونين منتخب تحت 18 سنه بنستعد بيه للاحداث القادمه ان شاء الله، البطولات الدوليه. واول يوم احنا لسه التصفيات شغاله، الفتره المسائيه ان شاء الله هيبقى فيها النهائيات. ان شاء الله عندنا عناصر كويسه في الزانه، منتظرين ارقام النهارده. 2 لعيبه ممتازين جدا، في لاعب كريم من النادي الاهلي، وفي بلال من المعالي، ودول من الناشئين الواعدين ان شاء الله، منتظرين منهم ارقام كويسه. عندنا في المركب بنت من النادي الاولمبي ملك، برضو في السباعي النادي الاهلي برضو زاخر بالعديد من اللاعبين في الرمي وفي الحواجز. الحمد لله، هي دي سمه متوارثه بقى. احنا النهارده باستمرار بندور على التفوق، ان احنا بناخد المركز الاول، بعد كده بنحطم ارقامنا عشان نعلى عن هذا الترتيب، بحيث يعني بنحاول نوصل لمستوى التأهلية، حتى مستوى اسف المرحله السنيه، سواء كانت 18 او 20 سنه، اللي هي تؤهلهم لمشاركه بطولات العالم او افريقيا او مش عربيه، افريقيا وعالم. فمعظم المدربين فعلا الهدف بتاعهم عشان يخلي اللاعب عنده الهدف باستمرار متحرك للامام، بيدعمه وبيقويه ان احنا لا مش عايزين البطوله الجمهوريه، انا عايز باستمرار اوصل للتاهيل لبطوله العالم. فلذلك اللعيبه والمدربين عندهم هذا الحماس، وده الحمد لله بيخلينا متفوقين على كل الانديه الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه، احنا شغالين في موسم جامد جدا، بنحاول بقدر الامكان. هدفنا من الاول كان رقم بس، طبعا بنحاول بقدر الامكان، ولكن انا لما بجري كده بجري لسبب واحد، في لوجو محطوط على قلبي هنا، اللوجو ده هو اللي بيجابيني، شعار النادي الاهلي، اعظم حاجه في الكون. طبعا انت بتلعب في النادي هو رقم واحد، فطبيعي انه يطلعك رقم واحد. ربنا كرمني ان شاء الله بفضل مدربي طبعا، وربنا سبحانه وتعالى، ومدربي كابتن مدحت طبعا ليه الفضل كبير عليا، والحمد لله يعني بتدرب كويس وكده، ونفسي اطلع بطولات عالم وكده، وان شاء الله ربنا يكرم، والفتره الجايه ان شاء الله هتبقى احسن. هو طبعا احساس ما بتوصفش يعني، واحساس النجاح او الفرحه بتاعه التسابق ده حاجه كويسه جدا، بلس اساسا ان الرقم جديد، رقم قياسي جديد في المية، انا بلعب 100 متر في المية وفي المية 400 تتابع. الحمد لله النهارده يوم مليء بكسر الارقام يعني. ما بيني وبين الكابتن علاقه اللي هو شدي جيبي اخرك في البطوله، وزي ما تيجي تيجي، خلاص انت عملت اللي عليكي. طبعا بتعب عشان المرحله دي، كسر رقم مصر طبعا مش سهل، بس ان شاء الله راح للجاه. منافسة كبيرة طبعا مع ابطال النادي الاهلي برضو، وما حلفوش الحظ عمر ووقع، وكان هيبقى منافسة قوية يعني. الحمد لله اول حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكابتن تامر رفاعي هو اللي خلاني احقق الرقم كويس. كنا عارفين ان هو هيبقى صعب، لاننا كلنا كنا بنتمرن وكلنا اتصابنا، فاحنا ما كناش عارفين ان احنا هننزل الا هيتعمل يعني. بس فبدأنا يعني نتمرن شوية، وبعد كده في التمرين كان بيبان، بس هو فعلا كان سباق صعب ما بين بتوع الأهلي بالذات. زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير، يعني لاعب الجري وهو طالع من الملعب بينهج وتعبان، بيقول لك أنا اللوجو اللي على التيشيرت ده لوجو أو تقيل، وأنا عارف إن لازم أكون رقم واحد. الحقيقة النادي الأهلي بيقدم خدمة كبيرة جدا للمنتخبات القومية بإعداد اللاعبين بالشكل ده، بالكواليتي دي، بالروح ده، والنادي الأهلي ده دوره بالرغم من الألعاب دي، يعني ما فيش دخل، يعني ما بتجيبش دخل، ولكن النادي الأهلي ما بيتأخرش أبدا دعم اللاعبين دول، وفي الآخر بيبقى مصر هي المستفيد. هنطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل أخبارنا الرياضية على داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه السنه دي النسر الاهلاوي بيحلق يعني في العالي زي ما بيقولوا في العاب كتير،
يعني شفنا كرة اليد سيدات، شفنا الطائرة رجال، شفنا كرة الطائرة سيدات، وفي لسه ألعاب تانية في المنافسات. واستكمالا لهذه السلسلة من انتصارات الجمباز أيضا كمان خد بطولة الجمهورية منذ أيام. فريق الجمباز الفني للرجال بالنادي الأهلي فاز بلقب بطولة الجمهورية الدرجة الثانية واللي اتلعبت على صالة نادي مدينة نصر. هنلاقي عبد الرحمن محمد فاز بالمركز الأول في منافسات الفرد العام، وجه مروان عصام في المركز الرابع. وعبد الرحمن محمد حقق كمان ميداليتين ذهب في منافسات جهاز الحلق، وميدالية فضية في جهاز الأرضي، ومركز سادس في جهاز العقلة. جهاز الجمباز بالنادي الأهلي بيترأسه الدكتور محمد فؤاد، وهو من الشخصيات الدؤوبة واللي بتحب شغلها طول الوقت، وكان ضيفنا في حلقة من الحلقات، وشفنا حجم الجهد المبذول في لعبة الجمباز، وازاي النادي الأهلي أيضا زي اللي بيحصل في الكاراتيه، واستعرضنا مع حضراتكم وهنستعرض في الفقرة التانية كمان اللي بيحصل في الكاراتيه، نفس الوضع بالنسبة للجمباز. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيدعم هذه الألعاب ومش مستني مقابل، هو مستني البطولات ومستني حتى يقدم للمنتخبات لعيبة تستحق ارتداء قميص منتخب مصر. هنروح للتنس الطاولة. تنس الطاولة لعب دورة مجمعة أولى منذ أيام فاز بيها. الدورة المجمعة الثانية هتبتدي النهاردة إن شاء الله، وابتدت النهاردة وهتنتهي يوم الجمعة القادمة. الأهلي كان خلص الدورة المجمعة الأولى في الصدارة بعد ما فاز على كل ماتشاته سواء على صعيد الرجال أو السيدات. النهائي بإذن الله هيكون يوم الجمعة الجاية، وأكيد مستنيين من فرقتنا التتويج بالبطولة زي ما عودونا. فرقتنا هتفوز بالدوري بإذن الله لأننا عندنا أكتر من عنصر مميز وبيقدموا مستوى مبهر في الفترة اللي فاتت، وكنا عملنا برضو حلقات عن تنس الطاولة وقربنا منهم أكتر وشفنا المجهود المبذول. والحقيقة بقالنا سنين طويلة الحمد لله رب العالمين يمكن بناخد الدوري رجال وسيدات، وكمان كل المراحل الناشئين والناشئات بناخدها، نادرا لما يبقى في إيفنت بنخسره. والحقيقة برضو نفس الكلام كاراتيه جمباز تنس الطاولة. أنا بس ماشي معاكم بوريكم قد إيه النادي الأهلي فعلا بيحلق عليا في ألعاب كتير جدا. النهاردة السنة دي موسم ناجح حتى الآن الحمد لله، موسم ناجح لكل الألعاب الأخرى بالنادي الأهلي في، ولسه البطولات شغالة ولسه الانتصارات مكملة بإذن الله. هنروح على حدث كان اليومين اللي فاتوا مهم جدا، برنامج أو موقع تتويج نيوز. الموقع ده الحقيقة أكبر موقع في مصر مهتم، يمكن من أكبر المواقع، بلاش من أكبر موقع، من أكبر المواقع اللي بتهتم بالألعاب الأخرى ونجومها. عمل استفتاء ضم أكتر والاستفتاء يضم يعني مجموعة من اللاعبين على مراكز ولعبات كتير رجال وسيدات. والحقيقه دي حدث احنا بنحييهم عليه وعايزينه يستمر الحقيقه، لان ده بيكون دافع للاعبين ان هو يحصل على القاب زي دي او المدربين او اي عنصر من عناصر اللعب. الاستفتاء بقى الجميل انه ضم اكتر من اسم من نجوم الاهلي، ولو رحنا مثلا للفائزين هنلاقيهم كتير. مثلا ثريا محمد اللي كسبت احسن لاعبه جمعيه، وجي من وراها ايه الشامي نجمه فريق طرا بالنادي الاهلي وحققت المركز الثاني. لو رحنا لجائزه احسن لاعبه فرديه فكسبتها ميار الشريف لاعبه التنس الارضي لاعبه النادي الاهلي. وكمان فازت هنا جوده بجائزه افضل ناشئه، وحققت كابتن تهاني طوسون النجمه العالميه الاسطوريه لينا بجائزه افضل مدربه. وجه كابتن محمد مصالح ميدو في المركز الثاني كافضل مدرب. وكمان فازت شروق فؤاد صانعه العاب الفريق الاول كره الطائره بالنادي الاهلي، فازت بجائزه ملكه جمال الرياضه. كاميرا الابطال كانت موجوده في الحفل ده وصورنا التقرير ده مع ابطالنا. نتفرج على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. الرياضه العمود الفقري تقاس من خلالها مدى تقدم وتحضر الامم والشعوب، وهي رساله مهمه جدا للامن والامان لاي دوله في العالم، وهي احد اهم عوامل لعجله الاقتصاد من خلال السياحه والتسويق والاعلام، وهي نافذه حقيقيه لدور المسؤوليه المجتمعيه للشركات الخاصه في تنميه وتطوير المجتمع. هو ده اللي احنا عاملينه النهارده، ان احنا ازاي بنجمع مجموعه من الشركات عشان تبقى سبونسر لابطال الالعاب الفرديه. ابطال الالعاب الفرديه هم اللي بيحققوا الميداليات لمصر في على المستوى القاري والعالمي والاولمبي، وهم اللي محتاجين الدعم الحقيقي. احنا عملنا بنش مارك لاول مره عشان احنا عايزين نعمل نموذج زي فرانس فوتبول في كره القدم او زي مهرجان كام في السينما، ان مصر يبقى عندها فينجر بين اسمها ذا بيست في تتويج، تمام. والاختيار تم عن انجازات 2020. طبعا 2020 اشتغلنا فيها اول 3 شهور، وبعد كده جت جائحه كورونا، فمعظم اللاعبين الموجودين هم اللاعبين المتاهلين لاولمبياد طوكيو 2020. طبعا ده انجاز يعتبر شخصي ليا، يعني الحمد لله تتويج لمجهود ده 4 سنين انا
قدموه الحمد لله. الثلاث سنين اللي فاتوا ما خسرناش بطوله كفريق، في شرف كبير جدا ان انا مثل النادي الاهلي النهارده. طبعا مجهود كبير جدا، يعني لازم يعني الرياضي شغلته اصلا بتبقى صعبه جدا، بتاخد ذهنيا وفنيا سواء كان لعيب او مدرب. المدرب بيستحمل كتير جدا انتقادات وبيستحمل ضغوط، خصوصا لو كان بيشتغل في نادي زي النادي الاهلي لازم يتحمل ضغوط كبيره جدا، مسؤوليه كبيره جدا قدام مجلس ادارته وقدام الجمهور ان هو دايما يحقق مركز اول. فالحمد لله رب العالمين، يعني ان انا الحمد لله السنه اللي فاتت توجنا بثلاث بطولات غير السنتين اللي قبليهم، ما توجنا برضو بثلاث بطولات الحمد لله. طبعا اول حاجه تحصل لينا كالعاب الجماعيه او الفرديه يحصل حاجه من موقع محترم زي تتويج، يعني اللي هو يعني يدينا دعوه النهارده ان احنا نيجي نشارك ان شاء الله في الحفل دوت، فحاجه طبعا مختلفه. طبعا كل السكور طبعا على كره القدم، فاول مره نشوف حاجه زي ما بيقولوا بره الصندوق، فكره حلوه ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمهم. دي بتدفع الاجيال اللي هم يجوا يشاركوا في السنين الجايه ان شاء الله، فطبعا حاجه محترمه وحاجه مشرفه لنا ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا الحمد لله لعيبه كتير مميزين، اتمنى طبعا اشوفهم مش موجودين النهارده هنا بس، موجودين في كل حاجه طبعا على الحفله العالميه كمان باذن الله. فطبعا دي حاجه تشرفني وتشرف المدير الفني وتشرف النادي الاهلي وتشرف اللعبة كلها. طبعا دي بتبقى موجوده طبعا في الناشئ اللي موجودين في النادي الاهلي، بيبقى عندهم طبعا الرغبه وعندهم الاصرار وعندهم العزيمه، متربين على كده من هم صغيرين. طبعا انا اتعلمت وشفت اجيال علموني وورثوني الحته ديت، خلاص بيطلع لنا الدرجه الاولى، بنساعده على قد ما نقدر، بنديله التعليمات، بنديله خبرتنا اللي احنا اتعلمناها. فطبعا اللعيب بيبقى هو مجهز اوريدي اللي هو يكون لعيب كبير او خلاص الناس شايفينه يبقى حاجه كويسه، يعني بنساعده على قد ما نقدر وان شاء الله ربنا يكرم الجميع باذن الله. مبسوطة جدا طبعا، وليا الشرف ان انا ابقى بين كل الناس العظيمة دي، ومبسوطة جدا ان انا في التكريم بتاع النهاردة. وعندنا ان شاء الله بعد اسبوع الدوري الممتاز الدورة الثانية، الحمد لله اول امبارح كسبنا الدورة الاولى، لازم نكسب الدورة الثانية عشان نبقى كسبنا الدوري، فان شاء الله لما نعد الاسبوع ده عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى نكسب يعني ان شاء الله. طبعا خطوة كويسة جدا لاي رياضي، الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة جدا على كل الناس، وشايف ان دي خطوة يعني هتدي دفعة كبيرة للناس الرياضيين الكويسين اللي اهتموا بنفسهم وعدوا الكواليفيكيشن عشان يقدروا يوصلوا للدور الاولمبي. يعني ان شاء الله يكون دي دايما البوش بيبقى بعد الدور الاولمبي، يعني بعد الميداليه وبعد الانجاز، ولكن ده وقت حساس جدا واللعيبه فعلا محتاجين الدعم المعنوي. هم حاجتين الانسان ما بيبصش عليهم، يعني التقدير والتشجيع دول ملغيين تماما، هو شايف الهدف هو الاساس في كل حاجه، وشايف حياته كلها مبنيه انه يحقق ذاته اكتر وبيمثل بلده، يعني مش بيمثل نفسه. فاللقطة الأخيرة هي اللي بتستحوذ على كل الشواهد وعلى كل المطبات اللي بيواجهها. الحقيقة الجميل في الحفل ده إن معالي وزير الشباب والرياضة حضره، والجميل إن هو أول يعني الحقيقة حفل متخصص في الألعاب الأخرى، بس يعني يمكن دايما كنا شفنا ده بيحصل في كرة القدم، يمكن في الألعاب الشعبية قوي، ولكن الجميل إنه دلوقتي بقى متخصص. نتمنى إن شاء الله إنه يتوسع أكتر ويبقى فيه جوائز أكتر ويبقى فيه يعني تحفيز أكتر عشان يكون يعني دائما مناسبة سنوية بيسعى ليها اللاعبين والمدربين للحصول على المراكز الأولى فيها. طيب هنروح لكرة اليد، يمكن دي أخبارنا خلاص كده، دخلنا في الأخبار المحلية كلها بقى مع بعض. اتحاد اليد يحدد يومي 23 و24 إبريل موعدا لنهايات كأس مصر. لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة كابتن سعيد عبد المنعم حددت أيام 23 و24 إبريل اللي احنا فيه علشان يتلعب فيهم ماتشين قبل نهائي ونهائي بطولة كأس مصر للموسم اللي احنا فيه بإذن الله. الأهلي هيلعب مع الزهور والزمالك هيلعب مع هليوبلس في قبل النهائي. الماتشات هتتلعب على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر. الاهلي كمان كان كسب دور الثمانيه فريق الطيران بنتيجه 30-27 يوم الاثنين اللي فات. الحقيقه طبعا واضح ان كده كاس مصر زي ما حضراتكم شايفين هتخلص مبارياته قبل الدوري، ولكن زي ما قلت هم الشهرين دول شهرين الحسم، هتلاقي بطولات نهائي قبل نهائي، نهائي قبل نهائي، دور ثمانيه. فالكل لازم يرفع درجات الاستعداد وكل لازم يبقى مستعد عشان يفرح جمهور النادي الاهلي العظيم. طيب هنروح لكرة السلة، وزي ما قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت ان عندنا
يعني الله يكون في عون اتحاد السله في بطوله افريقيا. بس انزل لنا اهي بدات تتحدث لجنه المسابقات باتحاد كره السله برئاسه كابتن احمد كامل اعلنت مواعيد ماتشات دور الثمانيه في بطوله كاس مصر للرجال الموسم اللي احنا فيه. الماتشات كلها هتتلعب يوم الاحد اللي جاي واللي هيوافق 11 ابريل اللي احنا فيه. عشان كده النادي عشان كده اتحاد السله بدر مباراه الاتحاد او مباراه الجوله الاخيره من الجمعه خليها الخميس في دوري السوبر. النادي الاهلي هيلعب مع اصحاب الجهات في اسكندريه والزمالك هيلعب الطيران في المركز الاولمبي في المعادي. اما نادي الاتحاد السكندري هيلاعب طلائع الجيش على صاله الدكتور كمال شلبي بالشطبي. واخر ماتش هيكون بين مصر للتامين مع سبورتنج على صاله سبورتنج. الكسبان من الاهلي واصحاب الجهات هيلاعب الفائز من الزمالك والطيران. تقريبا سكتنا ان شاء الله اهلي زمالك في قبل النهائي. كل التوفيق طبعا لكره السله رجال بالنادي الاهلي. اتحاد الجمباز ينهي استعداداته لاستضافه كاس الفراعنه الدوليه. زي ما مصر دائما ابدا قبلت الرياضه اتحاد الجمباز بيكمل هذه المسيره. اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين انهى استعداداته لاستضافه بطوله كاس الفراعنه الدوليه الثانيه لجمباز الايروبيك واللي هتبدا بكره وتستمر لحد يوم السبت الجاي باذن الله وتتلعب على صاله الشباب والرياضه بنيله 6 اكتوبر. البطوله هيشارك فيها 395 لاعب من 8 دول هم البرازيل اذربيجان رومانيا تشيك بيلاروسيا اليمن سوريا ده بالاضافه لمصر طبعا. وقال الدكتور ايهاب امين ان الاتحاد عمل كل الاجراءات الاحترازيه اللازمه للوقايه بالفيروس كورونا وسلامه اللاعبين ونفوذ المشاركين في البطوله الدوليه دي. وكمان اكد انه بعت دعوات للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه عشان يحضروا حفل الافتتاح خصوصا بعد ما البطوله بقت على اجنده الاتحاد الدولي للعبه واخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على تقييم دولي كبطوله دوليه للانديه. مصر بتطمن العالم كله في وقت العالم كله خايف ينظم بطولات. بطوله العالم كره اليد السلاح الرمايه الدراجات الجمباز الخماسي كل ده بطولات بتتعمل في مصر وبتحتضنها مصر واللعيبه بتيجي تشارك والاجهزه الفنيه بسلامه وبتسافر بسلامه الله لبلادهم تاني بدون اي تعرض لاي فيروس لان مصر الحقيقه زي ما نجحت في تنظيم الاحداث الكبيره برضو نجحت في تنظيم الاحداث الكبيره في الرياضه. بعد تاهل 8 لاعبين لاولمبياد طوكيو وزير الرياضه يهنئ منتخب المصارعه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان حريص على تهنئه بعثه منتخبنا الوطني الاول للمصارعه واللي وصل امبارح بالليل من تونس بعد مشاركته في التصفيات المؤهله للاولمبياد اللي جايه طوكيو 2020. وزير الرياضه هنأهم بعد وصولهم لمطار القاهره الدولي عبر فيديو كونفرنس واناب وفد رسمي في الوزاره لاستقبالهم في المطار. وبارك لهم على تاهل 8 لاعبين مصريين للاولمبياد اللي جايه باذن الله وهم هيثم فهمي محمد مصطفى عبد اللطيف منيع محمد ابراهيم كيشو سمر حمزه ايناس خرشد ضياء جوده عمرو رضا. المصارعه المصريه ليها تاريخ كبير زي ما قلنا قبل كده وليها ميداليات كتير حققتها في الاولمبياد. المصارعه ليها عبء كبير جدا لو المصارعه ربنا وفقها ان شاء الله في الاولمبياد اللي جايه هينقلوا مصر في الترتيب العام في جدول الاولمبياد نقله ثانيه خالص. الف مبروك للمنتخب المصارعه والف مبروك ايضا لاتحاد المصارعه. نطلع لفاصل عشان نستقبل فيه ضيوفنا النهارده ان شاء الله نهى عمرو وتوء هشام ابطال الكاراتيه العالميين اللي حققوا انجاز كبير في البريمير ليج في تركيا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمتنا وبطلاتنا بطلات الكاراتيه واللي حققوا انجازات كبيره مع سواء مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. برحب في البدايه بتوء هشام. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. شكرا. برحب بنوع عمرو طبعا نجمه النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر. اهلا بجميع. اهلا حضرتك. منوره قناه النادي الاهلي. طب نوع خلينا اتكلم معاكي في البدايه. يمكن انا بحب دايما يعني ابتدي من النهايه. كان اخر بطوله ليكوا كانت في تركيا البريمير ليج خدنا مركز ثالث صح ولا انا غلطان؟ صح تمام. وكانت المباراه الثالث والرابع كانت مع مين؟ كانت مع تركيا. طب ايه رايك احنا عملنا تقرير عن انجازاتكم دي خلينا نشوفها بالتقرير ونرجع نتكلم تاني. اعزائي المشاهدين هنروح تقرير عملناه خصيصا عشان انجازات الكاراتيه الاخيره في البطولات العالميه. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. نجح لاعبو الكاراتيه بالنادي الاهلي في كتابه سطر جديد من التاريخ على الاراضي التركيه بعد التالق الذي حققوه خلال مشاركتهم في بطوله البريمير ليج الدوليه خلال الفتره من العاشر وحتى الخامس عشر من مارس الماضي. واستطاع الشياطين الحمر حصد ميداليتين من أصل 6 ميداليات حققتها البعثة المصرية.
حيث نجح محمد رمضان نجم الأهلي ولاعب منتخب الكاراتيه في حصد برونزية الكوميتي في وزن تحت 84 كيلوغرام بعد فوزه على التركي وبطل العالم إيجور أكتاس بنتيجة 5-4، كما توج منتخب الكاتا سيدات ببرونزية نفس البطولة بعد تغلبه على المنتخب التركي أيضا وبفارق كبير. وقدم منتخب الكاتا سيدات بطولة ولا أروع بعد مقارعته لكبرى دول العالم مثل إسبانيا وروسيا وتركيا، علما أن منتخب الفراعنة كان أهلاويا خالصا بوجود ثلاث لاعبات من بنات القلعة الحمراء وهن آية هشام، نهى عمر وتقى هشام. ويسعى النادي الأهلي لكتابة التاريخ وحصد الميدالية الأولمبية الأولى لمصر في رياضة الكاراتيه، مثلما كان النادي الأهلي صاحب السبق على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية بالظهور الأول عن طريق بطلة مصر والعالم جيانا فاروق، والتي يأمل جميع متابعي اللعبة أن تقتنص ميدالية أولمبية في الدورة الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 من يوليو وحتى 8 من أغسطس 2021. أهلا بحضراتكم من جديد. تقى يعني إنجاز كبير، كلميني عنه، استعديته ليه إزاي؟ يعني قوليلي الحدث بكل اللي كان يسبقه. تمام. هي عامة البطولة اللي فاتت دي احنا حضرنا لها حوالي 3 شهور بس، يعني احنا ابتدينا نتجمع من 3 شهور، فكانت اول فرصه ان احنا جاهزين فيها هي البطوله التركيه، فاتمرنا كويس طبعا وعسكرنا. كان معسكر مغلق ولا كان معسكر مفتوح؟ يعني مش مغلق قوي عشان طبعا احنا عندنا جامعات ومدارس وامتحانات، ف يعني الدنيا تبقى سهله شويه. لا يعني قاعدين في بيوتكم ولا بتروحوا تقعدوا في معسكر؟ لا بنقعد في المعسكر. تمام. نتمرن مثلا الصبح وبالليل، ممكن بعد الظهر ساعات على حسب الظروف. فسافرنا البطوله والحمد لله الدنيا كانت كويسه. كنا بننافس ناس قويه، يعني كان عندنا مثلا فرقه اسبانيا بيسافروا طول الوقت، وطول الوقت موجودين قدام الحكام فمتشافين، فبيبقى ليهم تقل على الملعب. صحيح صحيح. احنا بقى بالنسبه لنا كانت اول مره نتشاف، ف يعني خطفنا الميداليه دي فكان انجاز، وكان هناك الحكام وكده كانوا بيقولوا كلام ايجابي عننا. انتوا كم فرقه كانت مشاركه؟ كم منتخب كان موجود؟ يعني انا عرفت ان اسبانيا، بيلاروسيا. لا كان كتير، مش عارفه كم فرقه بالظبط الصراحه. يعني اكيد في فرق مميزه او منتخبات جامده. المميزين كان معانا اسبانيا، يعني هي دي بيجيبوا اول عالم على طول. فان احنا ننافسهم دي حاجه كويسه، وكان الفرق بيننا وبينهم ما كانش كبير، كان حوالي نص درجه فعلا، فدي كان بالنسبه لنا حاجه حافز لينا للبطولات الجايه. وطبعا الماتش الفاينل اللي هو السيمي فاينل ما لعبنا ثالث وخامس، كنا لعبنا مع تركيا على ارضهم فكسبنا. يعني كان كمان الفرق درجه ونص، كان لا كتير يعتبر، يعني الحمد لله نص درجه وبيننا وبين تركيا. فاحنا قريبين يعني بالنسبه لاول خطوه، احنا قريبين قوي. طب يعني انتوا كنتوا متوقعين ده؟ يعني انا ساعات لما اروح بطوله بقول يا رب بس نعدي، التمثيل مشرف. لا والله كنا متوقعين، يعني احنا الصراحه تعبنا قوي وربنا ده تعب حد. صحيح. فاحنا تعبنا قوي ورحنا جاهزين، يعني واثقين في نفسنا ان احنا هنجيب ميداليه. طبعا كان نفسنا نجيب اول بس هيحصل مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، فهي ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. تدرسي ايه؟ انا بزنس. بزنس يعني في جامعه. كويس، بس ما شاء الله باين اعماركم صغيره لسه قدامكم كتير ما شاء الله. الحمد لله. طب وليه نوع نفس الكلام، يعني نفس القصه، ما كنتوش يعني كنتوا طالعين وعندكم ثقه ان انتوا تاخدوا الميداليه؟ بصراحه يعني كنا طالعين، يعني احنا اصلا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله في احنا ناخد احنا كويسين ان شاء الله. طب بتعرفي ازاي يعني احنا في معسكر، انتوا ما عملتوش ماتشات وديه قبل ما تروح؟ ما كانش فيه كورونا طبعا والدنيا ما فيش احتكاك خارجي حصل؟ لا احنا عملنا اللي علينا في التمرين طبعا، دي اول حاجه، وفي الاول وفي الاخر هي بتاعت ربنا، بس احنا عملنا اللي علينا طبعا، ومستوانا مش بعيد، خصوصا ان احنا وثقتنا في نفسنا بقى. يعني بس التمرين حاجه والاحتكاك والاضاءه الماتشات وان انت تقف على البساط حاجه ثانيه. وفكره ما هي حاجه ثانيه، بس احنا عايزين نكسب، ما نفكرش في اي حاجه تانية، فاحنا مش حاطين على ستريس، احنا عايزين نكسب بس. فالروح دي لوحدها يعني بتشد الحكام وبتشد كل ده، مع التمرين طبعا ان احنا عملنا اللي علينا كله، فطبعا يعني احنا كنا رايحين واثقين في نفسنا ان احنا ان شاء الله احنا رايحين نعمل حاجه هناك. انت عارفه انا اقول لك على حاجه، عارفه في علم الرياضي النفسي الرياضي او الطب الرياضي النفسي، لما يبقى لعيب خايف من مباراه او ماتش يزودوا حماسه، الحماس لما بيزيد بيغلب الخوف، تلاقي الخوف عندك بيبقى يعني بيبقى عندك احساسين، ما كلنا بنخاف ولكن الحماس بيزيد. ده اللي حصل معاكم؟ ده اللي حصل معانا فعلا، واحنا لا احنا يعني واثقين في نفسنا، وهي مش مجرد احتكاك بالنسبه لنا، كانتش مجرد احتكاك، احنا رايحين حاطين في دماغنا تارجت معين، كنا حاطين في دماغنا احنا عايزين نوصل فاينل،
ما حصلش نصيب والفرق كان قليل تمام، المهم ان احنا نطلع من هنا ان شاء الله بحاجه معينه. طب اتعلمت الروح دي فين؟ ان انا لازم اروح وحتى لو ما تعديتش كويس انا هكسب. ايه اتعلمتها من النادي يعني بصراحه جوه النادي الاهلي. لو لازم اكسب حتى لو الاداء ضعيف حتى حتى لو انا شايله الدنيا لوحدي لا انا هكسب يعني هكسب. الكلام ده رايك؟ نفس الفكره الصراحه، وفكره برضو الوقوف على الملعب وكده هي ممكن تكون حته الخوف اللي حضرتك تقولها دي بتروح شويه مع الخبره. يعني مع الاحتكاكات الكتير الحته دي بنعرف نتغلب عليها. يعني ايه يا تواد انت ما شاء الله من 16 17 لا يعني مثلا احنا من 2016 بنلعب بطولات دوليه فالخبره يعني ما ينفعش الخوف، لو الخوف عدانا خلاص كده الدنيا تبوظ مننا، بالذات لما بنيجي نلعب تيم لو حد فرق فعلا كل حاجه بتبوظ. طب انتوا بس عشان نعرف الساده المشاهدين انتوا بتلعبوا ثلاثه ومعلش عيدوا لنا برده يعني اللقطات ثلاثه بتلعبوا وبتعملوا استعراض، لان القطع نعرفه او الناس تعرفه ان هو استعراضي مش نزالي. هو قتال وهمي يعني قتال وهمي، هو فن استعراضي احنا متفق عليه. هو بس انا عايز اجيب الوقعه اللي وقعتها تقع معلش يا جماعه هي تيجي ايه بس عشان انا قلت لهم مين ده، انا ظهري وجعني. فبصوا يا جماعه بصوا بس دي يعني حركه زي دي يعني فلا الناس فاكره الكاراتيه معلش يا نوح احنا بنضحك بس الناس فاكره الكاراتيه. هو ده شرح الكاتا اللي احنا بنلعبها. يعني احنا في الفاينل او في الثالث والخامس بنشرح الضربات اللي احنا بنشتغلها، لكن بيبقى قبل الضرب ده في كاتا ما فيهاش ضرب خالص، مش ضرب استعراض بس استعراض بس لازم احنا الثلاثه نفس الباور نفس السرعه يعني نفس كل حاجه مع بعض الرمشه صعبه جدا فبنخلص وبنشرح عليها. يعني هو ده الشرح متفق عليها، بس انت ازاي تلمح زميلتك وانت واقفه؟ ما هو صعبة؟ لا يعني بالتمرين، هو بالتمرين وكمان بان احنا خلاص حفظنا بعض يعني طب انتوا حتى بره الملعب بيبقى فيه يعني كلام طبعا يعني احنا يعني بره الملعب كلنا صحاب وكلنا وبتروحوا وتيجوا مع بعض. ايوه احنا يعني احنا اخوات قوي يعني وفي محبه ما بيننا. ده حتى الاسم تقع هشام وايه هشام انتوا مش اخوات. مفيش اكتر من كده. يعني. طب نعمل ايه؟ يعني الروح الحلوه اللي ما بيننا لو مش موجوده فعلا هيبان على الملعب، هيبان ان احنا مش هي الروح دي هي اللي مش مع بعض. يعني احنا لو مع بعض في مشاكل نفسية مشاكل مش هنكسب. دي حقيقه. طب معلش هقول حاجه يعني احنا ساعات بيبقى بين البنات وبعضهم غيره يعني ما بتبقاش موجوده في الولاد، يعني خلينا نقول دي بتبقاش الولاد بيبقى في مواضيع تانية، انما في البنات بيبقى في غيره شويه، دي مش بينكم؟ في اللعب لا مش ما بيننا مش حاساها يعني، بس مش في اللعب في حاجات تانية غير اللعب؟ لا هو لا يعني يعني في اللعب ما فيش في الكاراتيه وكده مش بنفكر في الحاجات دي خالص، خصوصا ان احنا الثلاثه تيم واحد فاحنا الثلاثه بنفكر بنفكر ان احنا نعلي بعض، كل واحد فينا بيفكر في الثاني، احنا مش واحد بس واحنا كلنا احنا الثلاثه واحد بس، فاحنا كل واحد بيفكر في التاني. اداء زميلتك هيعليكي بالظبط وادائي هيعليها، احنا عايزين نكسب في الاخر. ايه الجمال ده؟ حلو جدا. انا عايز اقول لك انه الالعاب دي بتديك ميزه في حياتك ان انت ازاي تشتغل مع تيم ورك صح؟ دي حقيقه. يعني انت في الجامعه ده فايدك اكيد قوي جدا، يعني اكيد هيبقى في علاقات جيده مع زمايلك، بتشتغلي في تيم ورك في البروجكتس اللي بنعملها بيبقى في تفاهم ما بيننا اكتر. طب قولي لي يا نهى انت في سنه كام؟ في ثانية ثانوي. ثانية ثانوي لسه صغيرة ما شاء الله العمر قدامك يا رب يحميك يا رب. قولي لي أنت بدأتي إزاي بقى؟ يعني يمكن بدأتي كاراتيه إزاي من أول ما بدأتي وأنت صغيرة؟ أنا بدأت كاراتيه وأنا عندي أربع سنين. يا خبر أبيض. في النادي الأهلي. أربع سنين؟ سن صغير قوي. هو من سنتين مثلا. لا لا من أربع سنين. يعني من أربع سنين بدأت كاراتيه أسست مع كابتن ماهر حمزة. وبعديها يعني بقى الحمد لله يعني من اول لما بدات القاهره وانا اول قاهره ما شاء الله، ويعني 10 سنين اول قاهره وخمس سنين اول جمهوريه لحد ما دخلت منتخب الناشئين 2019. فعلا انت سني صغير يا عم. لا لا انا كان سني جايب هو منتخب الناشئين ده كان سني 2019. طب وهو في النادي الاهلي كانوا متوقعين لك يعني انت هتوصلي لكده؟ المدربين كانوا انت بتقدري؟ بصراحه يعني انا خدت دافع جامد قوي من المدربين في النادي والاداره في النادي دكتور محمد حسن ودكتور مراد، وخدت دافع قوي يعني، وكابتن علي غباشي وكل دول ادوني دافع لقدام قوي، وخصوصا كمان الكابتن بتاعنا كان في المنتخب كمان اللي بيمرنا دلوقتي هو اللي كان بيمرنا في منتخب الناشئين. فعلا يعني طلع معاكي في الناشئين هو اللي مرنك دلوقتي. ففي هارموني كبيره بينكم. كابتن ابراهيم مجد. طب انت اصلا يعني سن صغير ما شاء الله لسه عندك بطولات عالم ناشئين صح؟ او ناشئات كنت لعبت كنت لعبت دوري عالمي للشباب، هو كان في كرواتيا. كنت جبت ثالث، كان معايا بقى اسبانيا و سنه كام؟
2019 2019 كان معايا قبل كورونا، قبل قصه كورونا. قبل كورونا كان معايا اسبانيا ويابان، ويابان دي بجيب اول دايما. جبت تالت الحمد لله. طب وعندك الدوري عالمي تاني قريب؟ ما هو اكيد بيتعاد تاني يعني مثلا كل هو المفروض سنين، كل هو المفروض فيه، بس هو عشان الكورونا وكده فممكن يتلغي. بس هو كان معايا، كان ساعتها البطوله دي كنا 93 بنت مشاركين فيها. طب انت ما بتحلميش التاهل للاولمبيات او حاجه زي كده ولا؟ لا اكيد طبعا، مين مش بيحلم. يعني تحلموا بيه؟ طبعا. طب وانت يا تقول لي بدات ازاي الكاراتيه من سن قد ايه؟ ما تقوليش من 3 سنين بقى. 4 برضه. 4 يعني عشان بس انا ما اتعقدش. لا هو 4 برضه، بدات في النادي ومدربيني ابتدوا يشوفوا، او انا حبيت اللعبه الصراحه، انا كنت داخلها الاول غصب. بس البنات ما بيحبوهاش يعني، بالعاده تلاقي البنات دايما بيهربوا. ممكن في الحته اللي انا ابتديت اجيب فيها بطولات وابتديت احس ان انا بعمل انجاز ابتديت امسك فيها. حلو. يعني انا زمان كنت بحب اروح التمرين الصراحه. غصب عنك. بعد كده بقى لما لقيت لا ده في بطولات واول وذهب، يعني الموضوع زغل العين شويه. خلاص لا نكمل في اللعبه الحلوه. فالحمد لله كنت اول قاهره جمهوريه في سني دايما، ودخلت منتخب 2017 كان عندي 16 سنه، شاركت في البحر المتوسط جبت ثالث، وجبت اول عالم في 2017. اول عالم؟ كان عندي 16 سنه، كنت اصغر لاعبه يعني. ما شاء الله. وبعد كده برضو جبت مرتين فضة في أفريقيا، ومرتين فضة دورة ألعاب، ومرة ذهب في أفريقيا 2018. السن ده ما شاء الله تاريخ كبير جدا. طب وبعد 2019 كان أفريقيا خلصنا؟ آخر كانت آخر حاجة جبت أول في رواندا في أفريقيا، وبعدين سافرنا بطولة بريمير ليج في دبي، جبنا فيها ساعتها خامس، بس تعادلنا مع أستراليا. كانت سنة كام؟ كانت 2020. 2020 بس يمكن قبل كورونا، قبل مارس. يعني كانت اخر بطوله. الدنيا قفلت. جبنا ساعتها فيها خامس، بس كنا متعادلين على الثالث. فخلوا الماتش ترجيحي، فكان حظنا كده. وكان برضو في نفس السفريه طلعنا من دبي على المغرب بريمير ليج، جبنا فيها ثالث. اخر حاجه بقى اللي احنا لسه جايين منها دي. من تركيا. لا ده لسه عايز اعرف البطولات اللي جايه، احنا اتكلمنا على اللي فات. ان شاء الله. بس خلينا نعرف البطولات اللي جايه، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بطلات العالم في الكاراتيه. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمات وبطلات الكاراتيه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا. نهى اجيلك، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللي فات، طب اللي جاي ايه؟ اللي جاي عندنا بطوله ان شاء الله في البرتغال، دي بريمير ليج برضو. بطوله من البطولات الكبيره على مستوى العالم. هي اصلا بطوله البريمير ليج دي اصلا بتبقى اصلا بطوله العالم، علشان البلد ليها ان هي تشارك بكذا فريق. بطوله العالم هو فريق واحد بس، فاحنا مثلا اي فريق يعني اي عدد ممكن يخش من اي بلد، فهي بتكون منافسه كبيرة. منافسه جامده قويه قوي. فاحنا ان شاء الله عندنا البرتغال كمان شهر تقريبا. معسكرين دلوقتي؟ معسكرين دلوقتي. معسكرين. انتوا في معسكر على طول؟ وبعديها ان شاء الله لو في نصيب في افريقيا. يعني عندي في الشباب وفي مع المنتخب الاول برضه. بس انت قلت لي في الفصل ان دي اول بطوله جماعيه ليكي، صح؟ دي اول بطوله جماعيه لي، عشان انا كنت اصلا من 2019 منتخب ناشئين، دلوقتي انا منتخب شباب، بس انا متصعده للمنتخب الاول. بس يعني تحت سن. هايل هايل. طب خلونا كده، يبقى معانا ايه هشام تالتكم اللي خدت معاكم البطوله. ازيك ايه؟ الف مليون مبروك الحقيقه، يعني حاجه جميله وبنهنيكي. الله يبارك في حضرتك، يعني شكرا جدا. كلميني عن التحديات اللي قابلتكم قبل البطوله. قبل البطوله يعني التحديات في البطوله نفسها ولا؟ لا قبل البطوله وكمان في البطوله. والله قبل البطوله احنا يعني التحديات نفسها ان دي كانت فتره امتحانات، فكانت فتره مضغوطه معانا شويه، ان احنا محتاجين نبقى في معسكر ونتمرن تمرينتين في اليوم، وفي نفس الوقت امتحاناتنا شغاله. يعني في ناس اضطرت تاجل المواد علشان كانت نفس ميعاد البطوله. دي كانت اكتر حاجه يعني عامله ستريس علينا. وفي البطوله طبعا احنا كان معانا فريق اسبانيا في البوله، ده فريق اول عالم بقاله كذا سنه ورا بعض. وكان معانا فريق منتخب تركيا الاول اللي هو الفريق الاساسي، كان معانا برضو في البوله، واحنا بنلعب على ارض تركيا، فده طبعا كان تحدي بالنسبه لنا ان احنا عايزين نكسب صاحب الارض. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكسبناهم بفرق كمان في الدرجات كان كتير يعني الحمد لله. طب ايه قولي لي، يمكن كورونا حاجه مزعجه جدا، يعني كل الناس بتبقى قلقانه وقلقانه تسافر وقلقانه، انتوا اتعاملتوا مع الموضوع ده ازاي؟
هو كان في هناك بصراحة التنظيم من البطولة كان مجهز يعني ان هو يستقبل الدولة، كان مجهزة ان يستقبل البطولة، وكان في تنظيم، كان في حل في كل حتة، واحنا ما بنمشيش من غير الكمامة، كل حاجة كانت منظمة، بنعمل مسحة كل يوم قبل اللعب عشان يبقى ضامن قبل ما ندخل في التنظيم اصلا، ما ينفعش حد يدخل غير لما يبقى نيجاتيف كورونا. طبعا احنا كان طالع معانا دكتور منتخب رحمه الصاوي، كان برضو متابع معانا الجهاز، المدربين كانوا مركزين معانا ان احنا ما حدش يخرج بره الفندق، لا يعني كان في احتياطات كنا واخدين بالنا كويس الحمد لله. طب قولي لي، يعني يمكن اكيد لازم اسرتك تعبوا معاكي كمان يا آلة، يعني خليني اقول انه الانجاز ده بيجي وراه اسره كامله واقفه وراكي، كلمينا عن الموضوع ده. يعني انا طبعا يعني والدتي، يعني انا والدي والدتي هم اكتر مشجعين ليا، بس والدتي بالذات يعني معايا في كل حاجه، بتسهر معانا، بتوديني التمرين، دايما معايا، فطبعا هم اكبر سبورت ليا يعني. ربنا يوفقك طبعا آية هشام نجمة الفريق والأحد الأبطال، يعني كانوا بيتكلموا عني كويس قوي على فكرة دلوقتي، نهى وتقى، وكانوا بيقولوا ان انت روح واحدة، يعني عايزة تقولي لهم ايه في الاستوديو؟ يعني انا بحكيهم والله على وقفتهم في الملعب، وكانوا رجالة وكل واحدة فيهم فوقت على نفسها وتحدد نفسها، كانت قد المسؤولية مع ان ما شاء الله سنهم صغير، فلا هما انجاز يعني بصراحه. طب تقى انت عايزه تقولي حاجه لاي على الهوا؟ والله احب اذكرها طبعا عشان يعني هي اكبر واحده فينا، فدايما تنصحنا ودايما يعني تقعد تدينا حاجات كده عشان نعمل الاحسن في الاداء، فطبعا هي بتقف معانا يعني. أكيد. طب نهى تحب تقولي لها حاجه؟ هي يعني هي بالنسبه لي يعني هي اكبر واحده موجوده، وهي دايما فعلا بتنصحنا وتقول لنا ايه اللي لازم نعمله، يعني هي اللي محتضناكم. طب ايه قولي لي مين في نهى وتقى يعني بيتعبك شويه، شقي، ينام متاخر، يعني قولي لي. لا خالص والله، لا بجد هو كلنا بنبقى شايلين مسؤوليه يعني. يا لا والله. لا خلاص، احنا في بطوله، كلنا واخدين بالنا، في ميعاد نوم، بناخد بالنا من اكلنا، في التزام يعني، في التزام تام كل حاجه. لا ترى ما انت مش عايزه تقولي، انا خليهم يعترفوا على نفسهم يا ايه، ما تقلقيش يعني. لا والله كانوا زي الفل، لا يعني ابطال بجد. طب قولي لي في البطوله اللي فاتت دي اكيد حصل حاجه كوميديه، موقف كده، حاجه في المطار، احكي لي حاجه من الحاجات دي. ايه بس يعني لا في حاجه افتكرتيها فاقولها انا. لا مش فاكره حاجه، لا عادي الهزار العادي يعني، ما فيش حاجه معينه. يعني مثلا ما كانش في الطياره كده. لا انت عايزه تقول حاجه كده. لا والله انا يعني مش هقول حاجه، ما كانش في حاجه كوميديه حصلت كده يعني. السفريه كلها بتبقى كوميديه يعني، ما فيش حاجه لقطه كده رحت الملعب لقيته حاجه مش مظبوطه، حاجه بتاع يعني قولي لي حاجه من الحاجات دي. اكيد واحنا راضيين كان ده انا في اي يعني بطوله اقول لكم حصل كتير، ما فيش حاجه تفتكروها؟ ما فيش حاجه والله جايه في بالي معينه، بس هو في حاجات كتيره بس مش جايه. طب نفس اللطيف يعني، احنا كفريق مع بعض السفرين مش يعني بطولة، بس مش تحت ستريس بقى اللي هو بننهار، لا يعني الدنيا الجو كان لطيف. طب قولي لي ايه، عملت شوبينج هناك؟ لا. كنت قاعدين تحت يعني ممنوع اصلا نخرج من الفندق. يعني انتوا كنتوا قاعدين في بابل ولا انتوا اللي ما خرجتوش شوبينج؟ لا احنا في نظام ال الكبسوله تقريبا او حاجه كده يعني، هو دي اجراءات البطوله اصلا، فاحنا لا احنا ممنوع نخرج بره الفندق لسلامتنا يعني. بس ده بيصعب الامور شويه يعني، بتحس ان انت زهق وبتاع ولعب وترجع الاوتيل ومش مصرح ليك تخرج، موضوع زهق شويه طبعا، بيبقى الجو يعني بيبقى الواحد محتاج يتمشى او كده، بس خلاص احنا عارفين ان احنا ده عشان سلامتنا، وفعلا يعني لا قدر الله ممكن حد يطلع يتصاب، فالبطوله اصلا كلها يعني خلاص، ولو حتى لا قدر الله اتصاب بعد الشر الفريق كله مش هيلعب، فكله كان. طب وجاهزه ايه ان شاء الله للبرتغال كمان شهر ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، احنا في المعسكر يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه باذن الله ونوصل فاينل ان شاء الله. ايه هشام نجمه طبعا فريق الكاراتيه
في الكاتا في منتخب مصر ونادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. يمكن يا تقى يعني حلوه الروح دي وحلو الكلام وحلو القصص والحكايات وحلو انه يبقى الجماعي اكيد بيبقى احسن من الفردي. اه ليه روح مختلفه يعني مثلا لما بنكسب تحس ان انتوا الثلاثه بتفرحوا مع بعض ليها روح مش طبيعيه الصراحه. كل واحد ساهم بحاجه معينه. اه طب كلميني عن البرتغال يمكن انا اخذت راي نهى عن بطوله البرتغال الجايه شايفاها ازاي؟ شايفه الفرق المنافسه هنروح نقابل نفس الفرق تاني ولا ممكن في دول تانية؟ هنقابل نفس الفرق تاني وفرق تانية اتقل يعني. هي البرتغال الجايه هتكون اصعب من تركيا الصراحه. ايه لسه فيها فرق متصنفين عالميا برضو زي بتوع اسبانيا يعني بتوع ايطاليا جايين بتوع فرنسا المغرب برضو بس احنا ان شاء الله هنكون قدهم يعني. طب وده اتفرجتوا عليهم ولا؟ اه طبعا احنا يعني احنا نعرفهم واحتكينا بيهم كتير يعني مثلا فريق المغرب قبل كده قعدنا كذا سنه مش عارفين نكسبهم بس الحمد لله من سنه او من سنه السنه اللي فاتت ولا قبلها بقينا نكسبهم في المطوشه وعلى ارضهم بفرق كويس. طب والفرق الاوروبيه برضو بتشوفوهم يعني المغرب اكيد قابلناهم في افريقيا؟ لا الاوروبيه كمان شفناهم يعني اخر فتره مثلاً. لما كنا بريمير ليج المغرب ودبي كانوا ورا بعض كنا بنشوفهم بنحتك بيهم. فرنسا وايطاليا برضو نفس الترم بتاع اسبانيا كويس. الدنيا بس ان شاء الله ربنا يوفقكم انتوا اكيد بتستعدوا. خليني اتكلم بقى عن زي ما سالت ايه عن طبعا دور الاسره اكيد باباكي ومامتك برضو تعملين معاك. اه الصراحه هم يعني هم اصحاب البطوله الاساسيه يعني هم زي ما بيقولوا كده هم الجند المجهول بتاعنا. صحيح يعني الصراحه فعلا احنا من غيرهم ما نعرفش نعمل اي حاجه هم اللي بيساندونا يعني وقت ما يبقى في حبه احباط هم اللي يخلونا نكمل معنويا بقى وكل حاجه الصراحه هم اللي واقفين جنبنا. مين بيتعب معاكي اكتر؟ الصراحه الاثنين الاثنين بيتعبوا قوي يعني يمكن البيت كله والله يعني انا اللي بلعب رياضه الوحيده في البيت فالبيت كله بيضحي عشاني والله. ليك اخواتك كمان برضه؟ اه احنا اربع اخوات فربنا يخليهم ليا كلهم يا رب يا رب. طب يا نهى قولي لي برضه ايه الاخبار بابا ولا ماما اللي بيتعب معانا اكتر؟ لا ماما دي ماما التوقع صح؟ اه سبت الكل بقى ربنا يخليكي ليا صح؟ ربنا يخليها لك يا رب لان فعلا الام هي الاساس في كل شيء. ايوه دي حقيقه. نهى قولي لي بقى ايه؟ لا بصراحه هما الاثنين يعني هما والله بجد هما الاثنين على يعني على مدار ال 12 سنه اللي انا بلعبه اللي انا لعبتهم دول هما ال 12 سنه دول هما الاثنين بجد بيتعبوا معايا بطريقه مش طبيعيه يعني انا بجد من غيرهم ما كنتش عملت ولا حاجه من اللي انا عملتها. طب اخواتك رياضيين ولا؟ اه رياضيين. اخويا كان بيلعب كوره واختي كانت تلعب كاراتيه. معايا بس لما يبقى فيه رياضي واحد بيبقى موضوع سهل انما تلات رياضيين. اه احنا تلاته كنا رياضيين وبابايا كان رياضي فالحوار. بيلعب ايه بابا؟ كوره. كره قدم وعشان كده هو مؤمن بالرياضه في حياتكم. اه هو بالنسبه له لا بس هي بشرط ان هي ما تاثرش على الدراسه. بس تقدروا يعني تقدروا العمر ما الرياضه بتاثر على الدراسه بس هي يمكن عشان معسكرات هتبقوا تعبانين شويه. طب قولي لي يوم معسكرك ازاي؟ يعني انتوا برضه معسكر انتوا معسكرين انا عارف انتوا معسكروا في مركز اولمبي تقريبا في المعادي. اه يوم معسكركم ازاي؟ لو يوم عندك فيه مثلا مدرسه بس هو ما فيش مدارس هو اونلاين دلوقتي. بس نقول بتعملي ايه من الصبح؟ يعني الصبح لو عندها تمرين الصبح مثلا ننزل تمرين الصبح نخلص اطلع مثلا اكل انام ساعه بعدين اقوم مثلا اشوف مذاكره. دي صوره ليكي صح؟ اه ده هناك في تركيا. ما شاء الله ماشي تكملي. انا اصحى مثلا اشوف المذاكره بعديها مثلا يكون عندها تمرين تاني فاليوم بيخلص على النوم وببداه على النوم. يعني بقى اليوم يعني اليوم كله كده او بقى لو عندي دروس او كده فاروح وارجع على طول. اليوم يعني كله بيبقى اليوم مليان مسحوم جدا بحس الايام بتعدي بسرعه تبقى عايزه ساعه بتعدي بسرعه بس والله كل ده بيهون لما بناخد الميداليه او لما بنكسب ننسى كل ده بقى فعلا. يعني هو بننسى كل ده لما ناخد الميداليه كل ده بيتنسي. مكسب حلو مفيش شك والنادي الاهلي دائما ابدا بطولاته كتير. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بطلات ونجمات الكاراتيه في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع نجمات وبطلات الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. طيب يمكن اجيلك ارتداء قميص منتخب مصر ده بيبقى شرف كبير جدا جدا. دي حقيقه. شايفاه ازاي لما بتسافري وتشوف الناس بتتكلم عن مصر؟ شايفه ازاي؟ الصراحه انا من صغري طبعا يعني من قبل ما اشارك في البطولات الدوليه اللي هو لما بشوف حد لابس الجاكيت المكتوب عليه ايجيبت بس يعني هو كان بالنسبه لي ده حلم انا عايزه الجاكيت. فاول مره استلمت تريننج بتاع المنتخب فدي كانت بالنسبه لي حاجه مؤثره جدا.
طبعا بقى لما بنسافر وحضرتك واقف على المنصه يعني احساس بيبقى مش طبيعي، تحس انت هتعيط من كتر الفرحه، بيبقى احساس يعني ما يتوصفش. طبعا اكيد. وخليني اقول لك انه تعامل الناس ازاي. طيب يعني دي صور ليكي ولا صح مش كده؟ ده انا. طيب يعني برضو خليني نتكلم عن مقابله الناس في المطار لمنتخب مصر، نظرة الناس، الناس بتتكلم معاك ازاي، الدول لعيبة الدول التانية بيتكلموا عن مصر ازاي؟ الصراحة يعني عندنا في المجال بتاعنا في الكاراتيه احنا بره الناس يعني بتبقى حطانا عاملة لنا حساب، عاملة لنا حساب فعلا. يعني احنا بره دولة ثقيلة، يعني احنا لاعب مصر لا بلد ثقيلة، زي احنا مثلا بنقول احنا بنحتك بدول ودول ودول تقال، احنا برضو بالنسبة لهم بلد قوية ودايما بيتكلموا عننا كويس. طبعا هل مثلا حد قبل كده قابلك قال لك الاهرامات؟ دي حقيقه والله. دايما لما مثلا حد يعني معلش هقاطعك بس دي دي شهاده ده كنت واخده السنه فاتت اسامي الجمهوريه رئيس عبد الفتاح السيسي ما شاء الله. رئيس كان من اكبر الداعمين، كان احسن تكريم على فكره مش بس كره القدم، كل الالعاب يعني سياده الرئيس بيدعمها بشكل كبير جدا. طب شعورك ايه لما خدت حاجه زي كده؟ هو دعمه المعنوي ده حاجه عاليه جدا، يعني طبعا. تحس ان انت عايز تعمل تاني عشان تقابله تاني، عشان تكرم تاني منه او تاخد شهاده تقدير تانيه. وبرده كرمت مرتين الثلاث مرات من وزير الشباب والرياضه، فصراحه هم بيدعمونا دعم حلو جدا. طب قولي لي انا نفس الكلام يعني يعني من ساعتها لما بدات بطولات دوليه عامه من وانا صغيره، يعني اول بطوله دوليه سافرتها كان عندي 10 سنين، ما بحطش في دماغي ان انا عايز اكسب او عشاني، على قد ما هو ان انا عايز افرح ناس تانية او اهلي او كده، او ان انا شايله اسم بلد لازم اكون قدها اكون قد المسؤوليه دي. طب انت يعني اكيد بتتابع امور تانية، يعني مثلا انت لما بتبقي بره مصر اكيد بتبقي الواحد بيحن لبلده وبيبقى فاتح تلفزيون على طول بلده وهو بره، بتتابع الاحداث الكبيره في مصر برضه؟ طبعا. تابعتي نقل المومياء؟ اكيد، ما فيش حد ما تابعهوش يعني اكيد. طبعا. طب اكتر حاجه عجبتك ايه؟ لا هو كله بصراحه، يعني لا كله ما كانش فيه غلطه يعني بصراحه. ما عجبكيش الاستعراض الاوبرالي الكبير؟ هو ده اكتر حاجه تقريبا مميزه عجبتني فيه، بس هو فيه ميزات كتير قوي، يعني ما فيش حاجه معينه اقدر اقول. خلي بالك انا قابلت بنات كتير يعني بطلات رياضه كمان، لما شافوا العرض ده قال لك انا عايز ادرس موسيقى. انا كنت عايز ادرس اثار. انا كنت عايز ادرس اثار، انا كنت عايز ادرس اثار فنون جميل، المهم ان انا اعمل حاجه كانوا بيعملوها هنا كده. يعني انا عايز اقول لك ان الهدف من الحفل زي ده زي ما قال سياده الرئيس انه اعلاء الاحساس بالوطنيه وان انت تعرف تاريخ بلدك وان قد ايه بلدك عظيمه. فالحمد لله ان وصل لجيل زيكم، يعني ناس او لاعبات بيمثلوا مصر ويوصل ليهم الانتماء ده، فدي حاجه جيده اكيد هتنعكس عليكم في البطولات. طيب خلينا نتكلم عن نظره اللاعبات الاخرى في المنتخبات الثانيه، حواركم معاهم، كلامهم عن مصر بيبقى شكله ايه؟ هو من ايه؟ اول سفريه تقريبا سافرتها مع المنتخب هي كانت في قبرص ساعتها. دي كانت اول خبره ليا مع المنتخب، يعني كانت اول مره احتك مع انا دلوقتي في منتخب، فانا مسؤوله عن حاجه معينه لازم اكون قدها وكده. فوانا بلعب كان منتخبات تانية بتتفرج عليا وانا بسخن بس فعلا. وانا بسخن بس يعني شوفي بتعمل ايه بيتفرجوا بس. دخلت ولعبت، كنت الحمد لله اول دورين، اول مجموعه يعني اول جايبه اول في المجموعه كلها ولاد وبنات، انا اعلى درجات في البطوله كلها يعني الحمد لله. بس وبعدين وكان في منتخبات تانية بتشجعني اصلا وانا بلعب، يعني منتخب المانيا مثلا كان بيشجعني وانا بلعب. افريقيه يعني مش افريقيه، احنا بنشوف دايما المنتخبات الافريقيه بيشجعوا بعض. لا مش افريقيه، وهي اوروبيه، كانت المانيا كانت بتشجعني وانا بلعب. جينا في يعني في السيمي فاينل حصل ما حصلش نصيب فيه يعني يعني حصل حاجه كده. بس ساعتها مثلا لما يعني عملت غلطه وانا بلعب فالمنتخبات اللي كانت بتلعبني اتنططت وفرحت وقعدت تحضن بعض علشان انا بس خرجت او تطلعي لانه طبعا عشان بطل. طلعت علشان هم يخشوا. فدي في حد ذاتها كانت حسيتي ان انت فعلا حسيت ان فعلا لا هم عاملين الحساب لا جامد يعني احسن معاك حاجه زي كده زي ان هو يعني اتعرضتي حاجه زي كده؟ هو الحمد لله الحمد لله حتى الان يعني كله بعلق فيه الحمد لله. الحمد ما حصلش لله. حاجه زي كده ما بس هو طبعا يعني البلاد الثانيه زي ما هي بتقول لو المنافس قوي هما بيتنططوا بره عشان المنافس ده يعني يا رب يقع يا رب يتهز. طب ما فكرتيش
فكرتيش يعني تدرسي بره، تروحي احتراف بره، يجي لك حد يكلمك في بطوله مثلا قال لك تعالي عندنا انضمي لفرقتنا، حصل كده؟ لا الصراحه، بس هو كان قبل كده مثلا في فرصه ان انا اروح العب باسم دبي وكده، بس الصراحه انا ما رضيتش يعني. انا يعني مش هسيب اسم بلدي واروح العب باسم بلد ثاني حتى الان. حتى الان انت عايزه تسيبي؟ حتى الان حتى لو جابوا لي قد ايه لا، هو انا هلبس الجاكيت بتاعي زي ما قلت لحضرتك ايجيبت ومفيش غيرها الصراحه. انتماء عالي جدا والحقيقه جميل انا المسه فيك يعني صراحه. الصراحه فخر لاي لاعب ان هو يلعب باسم بلده ويرفع علم مصر، فدي فخر لينا كلنا. كل الناس تتمنى تعمل كده. صحيح. نوع انت تعرضت لحاجه زي كده؟ هل مثلا فرقه كلمتك قالوا لك لا تعالي انضم لنا ولا لسه؟ لا لسه، ما عشان برضه لسه صغيره. مش تدرسي بره؟ لا برضه، ما هو هنا يعني كل حاجه موجوده هنا. انا برضه مش هسيب بلدي واروح بلد تانية. بس وكان في بطوله تانية برضه سافرتها، كانت مع النادي الاهلي. فين؟ في اسطنبول سنه 2019، بس كنت بلعب فوق سني يعني، كنت 16 وبلعب تحت 18 وجبت اول الحمد لله. فعلا البطوله دي كانت ايه؟ كانت بطولة دولية برضو، كانت اسمها بوسفور، كانت النادي الأهلي مطلعها لنا عشان نحتك بيه. عندهم مضيق اسم البوسفور. لعبت البطولة كانت باسمه؟ كانت بطولة دولية، أي حد يشترك فيها، أي دولة تشترك فيها، كان في يونان وفي بس كان أنت مثلت الأهلي مش مصر. هو لا يعتبر برضو النادي الأهلي. مثلت نادي الأهلي بالبلد، بالبلد بمصر. ما هو بيكتبوا أهلي إيجيبت. يس. خدت فيها اول. كان كام لاعب ولاعيبه مشتركين؟ مش فاكره والله، بس هما كانوا كتير فعلا. كانوا كتير. احساس الجامد وانت ما شاء الله عدد كبير من انا كنت العالم. بلعب مع ناس كبيره يعني. كنت كنت اصغر واحده فيهم تقريبا. هايل. تقعد تعرضت حاجه زي كده برضو يعني؟ هل سافرت البطوله دي طيب مع النادي الاهلي ولا ما؟ لا ساعتها كنا احنا ساعتها باين عندنا بطوله في المنتخب او حاجه، ما رحناش دي يعني. بس لا، وانا بالنسبه لي مثلا لو نفس الموقف بتاعها لما لعبت بطوله العالم كنت اصغر لعيبه فيهم، كانت في اسبانيا 2017، هي كانت تحت 18 وكان عندي 16 سنه. فنفس الموقف شويه. الحمد لله. يعني قولي لي يعني طموحاتك ايه؟ يعني عايزه ايه في الجاي؟ في الفيوتشر القريب يعني، المستقبل القريب يعني. الصراحه يعني ان شاء الله نفسي يعني يبقى ليا اسمي يعني، مش عايزه امشي كده خلاص يعني. عايزه اسيب بصمه. ايوه. هي الفكره دي، لازم طبعا الانسان يسيب بصمه في حياته عشان يبقى يحس انه عمل حاجه. سيب الروح دي لازم تسيب. نوها انت يعني طموحاتك ايه؟ انا نفسي احقق نفسي يعني تاريخ كبير، اللي هو اكون ماشيه عامله، ونفسي طبعا اعمل انجاز ما اتعملش، فيكون يعني هتعملي انا اول واحده كده علمت فيه. بس ان شاء الله تعملي باذن الله. نوها عمرو، نجمه طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك نورتيني. شكرا لحضرتك. تو هشام، بشكرك شكرا جزيلا نورتيني. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. ميرسي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمات وجميلات وابطال العالم في الكاراتيه والنادي الاهلي. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال، وقصه جديده وابطال جداد مع الابطال.